بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير. خوتي اليوم جاتني هذه الهونداي اكسنت 2003، عاودت لها جوان كولاس محروق. واش مش راح نهضر لكم على جوان كولاس، راح نهضر لكم كيفاش اذا حبيتوا تبيرجو هذو حبيتوا تبيرجو لي بوسوار اللي لهنايا بلا ما تنحوا لا رومب. راح نعطيكم استيس، راح نعطيكم حل باش ما تتعبوش وما تنحوش هذه 12 بولون ولا 10 بولونات. واش ندوروا الارباكام يتليبير الدواء، الارباكام تكون ما تدزش في الدواء. شوفوا كيفاش داخل، تعود لاكام حابطه. ومن بعد جيبوا ابره لهنا، دخلوها في الثقبه هذه رقيقه ودزوها. واش كنت تسيبوا ديروا كلاب ولا بنس وديروها، ومن بعد حركوا الدواء هذه، راي الزيت تاعها يفرق. دركا نديروها قدامكم، شوفوا هاي الابره هنايا لهنا. لازم ديروا كلاب لهنايا، ديروا بانس ولا كلاب هكذا، ولضوا الداخل. شوفوا كيفاش، شوفوا الدواء كيفاش يدير، شوفوا الدواء كيفاش يحبط وحده هكذا، راه الزيت يفرق. كن نحوسوا نلضوا، شوفوا دركا تيا، كن نحوسوا نلضوه دركا ما يتلضناش. شوفوا كي نلضوه هكذا ما يتحركش. بصح كي نديروا له الابره لهنا، الابره تروح للبيه، كاينه بيه لداخل، ونطبعوا البيه يتليبيرا الزيت هذاك كل يخرج ويفرق بلا ما تنحوا. شوف كاش راه يتحرك بلا ما تنحو لا رومب تاع الارباكا. نزيدو نعاودو، جيبو ابرة دخلوها هنا في الثقبة هذه هكذا، وطبعوا طبعوا بانس ولا بكلاب ولا مع طبعوها، راهو يتليبيرا راهو الزيت يخرج من البوسوار هكذا تفخر. ابقاو شادين شوية هكذا تيا، ومن بعد خلاص هذه العفسة، وتقدروا ديروها لي بوسوار اكل. بصح بشرط لاكام تكون تحت، ما تكونش تطبع في الدواء هذا. لاكام هذيك راهي تحت هنيا، ما تكونش تدز في الاصبع هذا، لازم تكون حابطه هذا مكان. خوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو بسيطه. نقول لكم ما تنساوش اشتركوا في قناة يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو اخرى ان شاء الله.